ورجعنا تاني لحضراتكم ومعانا ومعاكم الشيخ الداعيه مصطفى فوزي، والنهارده هيكلمنا عن المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، منورنا يا شيخ. بنورك، ربنا يوسع عليك. ربنا يعزك يا رب. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يعز العالم وانت والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب، وربنا يعود عليكم وعلى الامه كلها يا رب الايام بالخير واليوم والبركات ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. في البدايه شيخ حضرتك كنا عايزين نعرف البشارات اللي التي حصلت مع النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ترسم خطاه وبعد. وردت بشارات صحيحه عن مخدمي وميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها البشارة التي حدثت مع أمه صلى الله عليه وسلم وقت الميلاد، قالت لما وضعته خرج منه نور أضاء قصور الشام صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ورد في سنن الإمام البيهقي لما تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن حسان بن ثابت أن أحد يهود صعد على بناية يعني ذات علو ونادى يا معشر يهود يا معشر يهود حتى اجتمعوا عليه وقالوا ما بك ويلك، فقال لقد ظهر نجم أحمد الذي يولد به، وهذا كان إذانا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما صح من البشارات والإرهاسات قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى وأين ولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والجمهور على أنه ولد يوم 12 من شهر ربيع الأول، كان هذا إذانا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ربيع، كأن الله عز وجل يقول للبشرية قد جاءكم الربيع، قد جاءكم النور والضياء، بعد انقطاع النبوة من عهد إسماعيل سيدنا عيسى عليه السلام ما يقارب 600 عام. فبعد ظهور الفساد وانتشار الفواحش والموبقات وانتشار الظلم، كأن الله عز وجل يقول لهم جاءكم الربيع بميلاد خير البشر جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. دور السيدة حليمة، كان من عادة العرب ان هم بعد الميلاد يذهب ابنائهم فيرضعون، يعني تاتي المرضعات فتاخذ ابناء العرب الموجودين في المدن، ياخذهم للباديه حتى ينشاوا نشاه صحيحه وحتى ينشاوا نشاه سليمه. فاتت المرضعات وكانت معهم السيده حليمه السعديه من بني سعد. تمام. وعجيبة من عجائب بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام فهمت مع حضرتك، أنها وهي آتية إلى مكة كانت تركب أتانا، والأتان أعزكم الله وبارك في عمركم هي أنثى الحمار ومعها ناقة، فالناقة ضرعها ليس بها لبن والأتان ضعيفة، فكانت صديقاتها تسبقها وهم ذاهبون إلى مكة. فلما ذهبوا ما من واحدة من المرضعات رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورفضت أن تأخذه لأنه كان يتيما، فماذا ستفعل الأم والجد؟ فأخذت كل واحدة ما وجدت، ولم تجد حليمة أحدا تأخذه، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تعود فارغة اليدين، وبدأت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل على حليمة وأهلها، فتروي وتقول أنها ما إن حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت لترضعه إلا وأقبل عليه ثدياها ولم يكن بهما من اللبن شيئا، فرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ورضع أخوه من الرضاعة ابن السيدة حليمة السعدية حتى شبع، وضرع الناقة التي كانت جافة امتلأت باللبن فشربوا حتى رووا، فقالت فبتنا ليلتنا أسعد ليلة بتنا. ما شاء الله. ولما عادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد كانت شاتهم
ضعيف، وكانت أرضهم جدباء، فما إن حل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم حتى امتلأت شاتهم والشياه التي عندهم باللحم وامتلأت باللبن، وأصبحت أرضهم أرض خضرة، وما كان ذلك إلا لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. متى شق صدر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو في بني سعد، صلى الله عليه وسلم، وهو يلعب مع الغلمان ويلعب مع أخيه من الرضاع ابن السيدة حليمة. أتى جبريل عليه السلام ومعه أحد الملائكة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع، وكأنه أعطاه، يعني زي ما احنا ما عارفين في حياتنا اللي احنا عايشينها، كأنه اداله بنج موضعي، وشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج منه شيئا، وغسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلج وبرد. يعني معنى شك اللي هو يعني شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، شقه، فتحه. نعم. وهذا من المعجزات التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله يعده صلى الله عليه وسلم لما سيقابله في نبوته صلى الله عليه وسلم. طب مولانا، احنا يعني فكرتنا عن احتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين الفكره حضرتك توضحها لنا، نحتفل ازاي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا عز وجل بيقول ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج، قدوة. ما سجلت لحظات إنسان على وجه الأرض من ميلاده إلى وفاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسجلت بدقة عالية. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة للأمة كلها. الناس بتحتفل صحيح بالحلوى وتحتفل بالأناشيد وما إلى ذلك، ولكن الاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بدراسة سيرته، بمعرفة دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع أصدقائه ازاي، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الفقراء ازاي، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع خصومه ازاي، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف اقام بيوته، كيف تعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم في حروبه، كيف يتعامل صلى الله عليه وسلم مع من يخالفه صلى الله عليه وسلم. ولو تعلمت الأمة ذلك لتغير حالها من حال إلى أفضل حال. طب مولانا، حضرتك الاحتفالات اللي هي الصاخبة اليومين يعني، أو الحلويات دي راجعة منين؟ أرجعوها للدولة الفاطمية. للدولة الفاطمية. نشأت أيام الدولة الفاطمية. فمش هنقول للناس ما تاكلوش حلويات. لا طبعا، لا خالص، احنا بنقول بس ولكن يعني ولكن احنا عايزين نفصل. أنا آسف لما أقطع، يعني احنا بنفصل للسادة المشاهدين الاحتفال ازاي والاحتفال اللي موجود دلوقتي حاليا ازاي. يعني احنا هو الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل قال هذا يوم ولدت فيه فحديثه عن يوم الاثنين. فهذا كان احتفائه واحتفاله صلى الله عليه وسلم بمولده، يصوم اليوم الذي ولد فيه. فلو اردنا ان نتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في حياته ازاي. كم كان عمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حين وفاته؟ كان عمره صلى الله عليه وسلم 63 عاما. صلى الله عليه وسلم. مكث في بعثته 23 عاما صلى الله عليه وسلم. فغير يعني العالم. طبعا. حتى أحد المستشرقين يقول لو أن محمد صلى الله عليه وسلم بيننا لحل مشاكل العالم وهو يرتشف فنجانا من القهوة. صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه. فاحنا في احق في امس الحاجه ان احنا ندرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ما هي وصيه عبد المطلب لابنه ابي طالب عندما حالفه الحظ لوفاته؟
النبي صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى بعثته كأن الله عز وجل يقول له: أنا لك وأنا متكفل بك سبحانه وتعالى. يموت أبوه وأمه حامل به في شهرين صلى الله عليه وسلم. ثم يولد صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بني سعد، ولما تحدث قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم تخاف عليه السيدة حليمة فتذهب به إلى أمه، ونجد أن أمه كانت وفية بزوجها، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى قبر أبيه في المدينة. وما إن ذهبت ومكثت شهرا في المدينة، وهي قبل وهي راجعة إلى مكة مرضت مرضا شديدا فتوفاه الله، فعادت به بركة البركات أم أيمن. فقام عبد المطلب بضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ثم عندما أتته الوفاة وصى أبا طالب بأن يضم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، وأن يكون عونا له. وكان أبو طالب خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنكمل مع حضرتك بعد الفاصل. فاصل ونتواصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ مصطفى، وهنسأله سؤال: كيف عصم الله نبيه من في شبابه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قبل أن يكون نبيا، ولم يفعل شيء من أفعال الشرك، خصوصا ان هو يعني كان حاجه و40 سنه قبل ما تنزل النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 40 عام قبل ما تنزل النبوة. نعم، قبل ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله من اي شائبه قد تشوبه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام لم يشرب الخمر، لم يسجد لصنم، لم يطف بالاصنام، الحمد لله. حتى السمر والسهرات اللي كان بيسهرها الشباب ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فكر منعه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أراد كان معاه زي شريك في رعي الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه هو يعني يكون موجود في هذه الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح يسمر السمر للشباب يسمروه. فمجرد ما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم غلبه النعاس، فنام ولم يذهب ولم يستيقظ إلا مع حرارة الشمس. عصمه الله. فعصمه الله عز وجل. نعم. مولانا، بس احنا طبعا كنا نفسنا أطول حلقة مع حضرتك كتير، بس عايز أصلي حضرتك في الكاميرا وتوجهها لحضرتك للسادة المشاهدين، نحتفلوا إزاي بمولد النبي؟ هو احنا نقول لهم ادرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وادرسوها بقلب. اللي عايز يعيش حياة سعيدة ويعيش حياة راضية يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. تمام. ربنا عز وجل يقول: فضل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته باقية، فإذا طبقناها في بيوتنا ارتحنا وارتاحت بيوتاتنا، وأنشأنا أجيالا صالحة تحمل هم المجتمع إن شاء الله وتنمي. أنا بشكرك فضيلتك وبشكرك جدا، وإن شاء الله نتواصل مع حضرتك. شكرا لحضراتكم وحضراتكم طيبين. وحضراتكم طيبين وفي صحة وسلامة. بشكرك يا أستاذة. بشكرك يا خليك الله يخليك. بشكر حضراتكم وإن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. تصبح.